إن شاء الله خير يعني يا ما. خير يا دكتور، طمنا. ما تقلقش، الأمور كويسة، بس واضح إنها خدت صدمة عصبية كبيرة، لكن الحمد لله قياسات النبض والضغط هي تمام، وكمان ضربات القلب منتظمة. عموما أنا اديتها حقنة مهدئة، وبإذن الله لما تفوق تبقى كويسة جدا. ألف حمد وشكر ربنا. بجد يا دكتور افتكرت؟ افتكرت إيه بالظبط؟ أصلها حضرتك يعني أصلها كانت فقدت الذاكرة. لا، في الحالة دي لازم الدكتور المعالج ليها هو اللي يجي يشوفها بعد إذنكم. اتفضل يا دكتور. طمنينا يا دكتور. الحمد لله، هي فاقت وأنا اتكلمت معاها، حالتها مستقرة والأمور فعلا كويسة. ربنا يطمنك. يعني الحصر ده أثر عليها في أي حاجة؟ لا خالص، وأنتوا تقدروا تدخلوا دلوقتي وتطمنوا عليها وتتكلموا معاها، بس عايزاكوا أرجوكوا تشجعوها تكمل الجلسات تاني. إن شاء الله طبعا هنكمل الجلسات. تعبناكي معانا يا دكتورة، معلش. طيب لو بعدناها عن الظروف والضغوط اللي هي فيها دي، ده هيكون أحسن نفسيتها. جدا جدا، دي فكرة حلوة قوي. أنا مش عايزاكوا تقلقوا، الأمور فعلا كويسة. على إذنكم. طب يا دكتورة بعد إذنك، يعني هي افتكرت أي حاجة؟ انتوا لما تدخلوا وتتكلموا معاها هتطمنوا، بس لازم تشجعوها تكمل الجلسات. حاضر، على إذنكم. مع السلامة. تلاقي شي طنط إن شاء الله كل حياتكم كويسة. بقولك إيه؟ واضح إن زينة تعبانة. خدي جوزك وروحي بيتكم، يلا. حاضر يا بابا. يلا بينا يا مدحت. حابة أكلمك يا ماما تطمن عليها. ماشي يا حبيبتي، اتفضلي. باي باي.